قادرة أصدق إن في المول فيه النهاردة مسابقة كبيرة جدا. آه أنا سمعت كده فعلا، مش عارف المسابقة دي فين. إيه ده، أهي هناك أهي، يا نهاري، دي حتة دي مسابقة دي كبيرة جدا جدا جدا. واو، مسابقة فعلا فظيعة. إيه ده، دي فعلا كبيرة أوي أوي أوي، يا نهاري، دي مسابقة أطول زحليقة في الشوبينج سنتر مول، دي طويلة جدا جدا جدا، وفي لجنة الحكام فوق وفي الكاس. ايه ده يا نهاري، دي شكلها هتكون مسابقة عملاقة، انا عايزة اخش العب فيها طبعا، انتوا عارفين ان انا نمرة واحد، وانا كمان عايزة العب فيها. اه وانا كمان عايزة العب فيها، ياه انا هموت وانزل انط فيها، بس دي شكلها خطر جدا. ايه ده بيا، عاملة ايه؟ انا كويسة، يلا يلا احنا عايزين ننزل ننط فيها. اه طبعا كلنا عايزين ننط فيها الصراحة. سارة ازيك، آه مين بقى فينا اللي هيكسب؟ مش عارفين الصراحة، كلنا متقدمين ليها. يا ترى بقى مين فينا اللي هيكسب، مين فينا اللي هيكسب؟ مش عارفة خالص. ايه ده، بص العيال كلهم واقفين ازاي. لا دي فعلا مسابقة كبيرة جدا. يلا بقى عايزين نلعب، يلا بقى عايزين نلعب. واو يلا بقى قوموا بقى عشان خاطر ان احنا ايه، آه نقدم على المسابقة دي ونشوف بقى مين هيبتدي اول واحد. اهلا سيداتي، يعني سيدتي انا هنا مدير الزحلية دي وعامل المسابقة بتاعت الزحلية، واول واحد هيكسب هياخد معانا كاس وياخد كمان معاهم $1000. المفروض ان هو ينزل، الفكرة من الزحلية ان هو ينزل يتزحلق عليها ويعمل حركة صعبة جدا عشان نديله ريتنج عالي قوي. هنشوف مين اكتر واحد هيعمل حركة صعبة هو ده اللي هيكسب معانا. معانا لجنة الحكام هنا جايين من امريكا مخصوص عشان خاطر يعملوا ايه، تحكيم على المسابقة الفظيعة دي. اوكي يا ترى بقى مين فينا اللي هيكسب، هنشوف دلوقتي مع بعض. كل واحد يتقدم للزحلية ويبتدي بقى يورينا حركة خطر جدا جدا يعملها عشان نشوف مين في كل هيكسب. ايه ده، الله، دي فعلا شكلها زحلية كبيرة جدا. انا ريتشي وهكسب، انا جون وهكسب، انا جونيوس وهكسب، انا اللي هكسب، محدش هيكسب هنا خالص. طيب هنبتدي بقى ان احنا نقدم واحد ورا التاني، ولجنة الحكام هتديله في الاخر رقم اول لما ينزل على الزحليقة. مين عايز بقى يبتدي الاول؟ يلا يا جوني، عارفين انت هتكسب، انت اكتر واحد بتعرف ان انت تعمل حركات خطر. اه طبعا انا اللي هكسب، هوريكو. لا انا اللي هكسب، وانا كمان اللي هكسب، كلنا هنكسب ما تقلقوش. أه طيب يلا هنبتدي بقى، مين هيبتدي اول واحد؟ بس خلي بالكو الزحليقة دي خطر جدا، انا مش مسؤول عن اي حاجة ممكن تحصل لكم فيها. اوكي اه اوكي طبعا طبعا طبعا، انا عايزة ان انا اللي اكسب الصراحة، انا بعرف ان انا اتزحلق كويس قوي. هنزل بقى انط عليها كده ولا اعمل ايه؟ مين بقى فينا هيبتدي الاول؟ مين فيكم هيبتدي الاول؟ واول متسابقه معانا نزلت بظهرها. واو تسقيفه كبيره جدا جدا لروجي، آه نطه جامده جدا جدا جدا، بس هتاخد 5 بوينتس بس. برافو، نشوف بقى المتسابق التاني هيكون مين. ايه اخدت 5 بوينتس، اخدت 5 بوينتس، يا رب بقى ما حدش يعلي عليا. مين تاني بقى هينط دلوقتي، تاني متسابق معانا؟ اتفضل خش يلا نط دلوقتي حالا. ايوه انا اسمي رمزي، وهشوف دلوقتي ياخد نقط كام. ايه ده، ونط نط على دماغه. واو وكانت فعلا نطة خطر جدا جدا جدا، مشوفتش الصراحة نطة زي دي من 15 سنة، وراح اتشقلب كده وراح نازل على الزحليقة. واو 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 واو، انت كويس يا رمزي؟ اه انا تمام، بس راسي خبطتني شوية. تسقيفة كبيرة جدا جدا ليه، ونشوف تالت متسابق معانا. كانت نقطة خطر جدا، مش عايزة الصراحة الأطفال يعملوا كده. وهنشوف دلوقتي لجنة التحكيم اتنين عشان خاطر عمل نقطة خطر جدا على الأطفال. مين تاني بقى هيطلع؟ أيوة أنا بيا، أنا الدور عليا. أوه
بيا بص وقفت ازاي وبتنط النطة وراحت متشقلبة على السحليقة، نزلت واقفة على رجليها ومطية، دي نطة فعلا خطر جدا جدا. واو برافو يا بيا، فعلا نطتي نطة جامدة جدا. بيا بتاخد 8. ايه برافو يا بيا. كده فاضل كام واحد؟ يلا يلا معانا بقى جوليان. يلا يا جوليان ورينا هتعمل ايه. اوكي انا هنط نطة جامدة جدا جدا جدا. اوه ده واحد اسمه جون هو اللي ابتدى الاول، ريتشي وراح وقف برضه على دماغه وراح نازل على السحلية. تسقيفة كبيرة جدا جدا لجون، حركاته المتهورة على السحلية اللعينة. برافو. اه يا دماغي انا شكلي اتخدت حتة دين شلوت في دماغي. طيب كده فاضل لنا بس جوليان. اوبا ريتشي ده شكله اتبهدل خالص، ريتشي اخد 1 عشان خاطر اخد بقية الزحليقة ده حرجة. نشوف كده فاضل معانا مين. يونس. يلا جولياس نط بقى بسرعة. اوبا ده نزل بظهره وهو واقف، ايه التهور الفظيع ده. اوبا نزل الزحليقة كلها واقف، جامدة جدا جدا الحركة دي. جولياس برافو. هي جوليوس فعلا نط نط جامدة جدا. فاضل مين بقى؟ فاضل مين؟ هوبا كده اخد 9 وده اعلى سكور معانا. برافو جدا 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 يا جوليوس، شكله ده هو اللي هيكسب. ومعانا بقى اخر متسابق جوليان، يا ترى بقى هيعرف يعدي على جوليا صاحبه ولا هيعمل ايه؟ هنشوف مع بعض النهارده. يلا سقفوا لي يا جماعه، انا جوليان وهنط نطه المتهوره. مستعدين؟ ايوه مستعدين. ورينا يا جوليان نطتك. يلا 1 2 3 4 4 ونص، مين يزود؟ 5 5 ونص. يلا يا جوليان نط بقى. يلا هوبا انا عايز تسقيفة كبيرة جدا وانا هوريك الوحش هيعمل ايه. ايوه انا جولين النجم من عائلة الطيور، بص بقى على الحرفنة. هوبا ايه ده برافو. ومعانا هنا الفايز جوليان، قدر ان هو يتزحلق وينزل واقف. لا ده فظيع، حتى التانية كسر كل الحواجز. جوليان فعلا جامد اوي اوي اوي، هنديله دوت 10 وهو ده اللي هيكون كسبان معانا بالهدية. برافو يا جوليان برافو، انت فعلا متسابق رهيب جدا جدا جدا، قدرت انت تعدي اللعبة الخطر اوي 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 دي بمنتهى السهولة. ايه جوليان كسب، جوليان كسب. اول حاجة هعملها هروح على الايس كريم مول على طول. الف الف مبروك يا جوليان، وخدت الكاس وكمان هتاخد 1000 دولار. ايه هجيب ايس كريم، هجيب ايس كريم. واو اشوفك بقى ان شاء الله السنه الجايه. باي باي. ايه هناكل ايس كريم مع جوليان، هناكل ايس كريم مع جوليان.